الموجودة هناك. مينا صباح الفل وأهلا بيك، اتفضل. صباح الخير يا كريم، بجد تحياتي مرة تانية لكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. يمكن أنا هنا في مجمع حمامات السباحة بفرع الجزيرة، يمكن خلفي خلاص بدأ تدريب فرقة 2001 و2003 الووتر بولو. يمكن اتكلمت مع كابتن وليد وصفي مدير قطاع الناشئين الووتر بولو هنا في مقر النادي، اللي أكد لي على أن هم جاهزين أن هم يكملوا الموسم. أيضا مواليد 2001 فرقة الووتر بولو عندها نهائي بطولة الجمهورية يوم السبت القادم في استاد القاهرة الساعة 7 مع فريق هليوبلس. يعني كمان عرفت أن فريق هليوبلس فاز كل المباريات، وأيضا فريق النادي الأهلي فاز كل المباريات، وده منافس قوي جدا. يعني هيلعبوا فاينل ماتش إن شاء الله، النادي الأهلي يقدر يفوز ببطولة الجمهورية. أيضا عرفت أن مواليد 2003 بيستكملوا تدريباتهم استعدادا لاستكمال بطولة الجمهورية، وأيضا الفريق الأول بيستعد بقوة لاستكمال بطولة الدوري العام. يمكن اتكلمت معاه انه ازاي قدروا يتواصلوا مع اللاعبين اثناء فتره التوقف، يعني اثناء فيروس كورونا، اللي اكد لي ان كان في خبير احمال بيحط بروجرام قوي جدا للاعبين، يعني يعوض غيابهم عن تدريبات الجماعيه في حمامات السباحه. يمكن الموضوع صعب مختلف غير اي رياضه اخرى، يمكن حمامات السباحه بالاخص لازم تدريب يومي، لازم تمرينات على اعلى مستوى يوميه. فطبعا كان لازم خبير الاحمال عليه دور كبير جدا انه يعوض غياب حمام السباحه للاعبين ويخليهم في القوام والفت المطلوب لاستكمال المباريات. نتمنى ان شاء الله ان فريق الووتر بولو في نهائي بطوله الجمهوريه امام هليوبلس يحقق فوز كبير جدا، وان شاء الله يفرحنا. شكرك يا مينا، شكرا جزيلا زميلنا العزيز مينا ماهر. طيب احنا كده بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نعمل